ما المكان والثقافة. الشيعة أكثر في إيران، ليش؟ لأنه عمر الخطاب كسر خشومهم وأذلهم، يعني إمبراطورية عظيمة مثل الفرس، يجون مثل ما نقول عرب أجلاف على البعران يفلشوها، وبعدين يقتلون الأشراف ويأخذون نسائهم بالآلاف يجيبوها الأمر يوزعها بنات الأشراف والنبلاء، يوزع على دول الهمج ويتوزنسون بيهن. هذه بنات تبقى يعني سنة سنتين تروح ما تروح، مئات السنين ظل كراهية باقية. ولهذا أعداء الشيعة إيران مو أبو بكر ولا خالد الوليد، عمر، دائما عمر، يلعن عمر. ليش؟ ورتبوا عليه شنو؟ أنه كسر ضلع الزهرة حتى يعطوه فد طابع ديني. والله ولا كسر ضلع الزهرة ولا واقعا. فالعجم حقهم مو سهلة، مو سهلة، مو سهلة. إمبراطورية كاملة يفلشها. اسكندر ما فعل هيك، اسكندر احتل إيران كلها ولا عدة أشهر انسحب وخلاهم على دينهم. دول العرب ايش سووا بيهم؟ ما خلوا أعراب، لا خلوا دمار، حتى تاج كسرى فلشوه بس بالسيوف فلشوا كل واحد قطعة. وتاج ليش تفلش ذهب؟ ما يفتهم هذا التاج لو هالزمان كان الأمم المتحدة والمنظمات التراث تشتكي عليهم مثل ما طالبان فلشوا بوذا. هاي أثر، أثر قديم. ما يفتهم الآثار شنو بيش حقه جيب. هذه أساس النظرية باختصار ونتائج.